ما تلعبش. ده السؤال اللي انا عاوز اساله لكم برضو. يعني انك انت ما تلعبش ماتش الاهلي وبعد كده هتكمل ولا انت هتستمر في امتناعك عن خوض بقيه المباريات لحين استجابه الرابطه واتحاد كره القدم لمطالبك اللي انت اصدرتها في البيان؟ في نقطه ما انا اجاوبك بعد اذنك كابتن. لا فاروق. اتفضل اولا هو ما فيش نقط معينه ممكن حلها فوريا يعني المطالب. ما هي دي بقى ما انا بقى عندك ماتش بوك يعني بعد يومين ماتش اهلي وزمالك انت جاي تقول لا يعني انا مثلا دلوقتي لو ليا طلب ونفذ لي دلوقتي. لا لو ليا طلب محدد اقول عايز تحكيم اجنبي ده يبقى طلب محدد خصوص الماتش بخصوص ماتش معين. لو انا عايز انتظام جدول الدوري مش هيتعمل بكره لازم هياخد وقته انت اعمل ومش هيتعمل مع ماتش الاهلي واللي جاي اللي وبعدين لا معلش علاقه ماتش الاهلي بان الزمالك اتغلب من المصري ماشي بسبب او خطأ تحكيم من وجهة نظرهم طب ما احنا ممكن نختلف. في ناس اتفقت على انه الزمالك له ضرب الجزاء صحيحه وان والهدف صحيح اللي هو من ضربه الجزاء وناس قالت لا ده ضربه الجزاء غير اصلا صحيح. غير صحيحه يعني لا تستوجب احتساب ضرب الجزاء. لو قعدنا يا كابتن فاروق لهذا الامر في كل الماتشات مش هنلعب كوره. انا بتكلم ماليش دعوه زمالك اهلي اسماعيلي اي انديه لو انت مسكت ماتشات كره القدم وحطيتها جوه معمل مش هتكمل اسبوعين. طب ممكن السؤال الاهم لان ده برضو الناس بتتكلم فيه، هل رابطه الانديه واتحاد الكوره بيرضخوا لمطالب النادي الاهلي وشكواهم في نفس المواقف اكتر من نادي الزمالك مثلا؟ فعشان كده نادي الزمالك بيحاول دلوقتي انت تضحك ليه يا استاذ ياخد موقف عشان يبقى بص خلينا ده مش في التساوي مع النادي الاهلي. بص خلينا بص التفكير انا بكلمك على كده مش معيار. انا ما ينفعش اقارن طريقه كلامك معايا بطريقه كلامك مع ايمن اخويا. يعني ايه مثلا احنا قاعدين اهو انت بصيت لي شويه وبعدين كلمت الاستاذ ايمن ما اقدرش اقول انت ما بصيتليش زي ما بصيت له. لا بس يعني انا معلش يا استاذ جمال استاذ جمال هنا انت بتتكلم بلوائح وقوانين وتفاصيل محطوطه في في نظام المسابقه. فهو نادي الزمالك شايف ان النادي الاهلي لما بيجي يطلب حاجه زي كده بيتم التعامل معاه بشكل مختلف، فانا برضو عايز اتعامل معاه بنفس الاسلوب. لما الاهلي طلب كذا مره طلع بيانات كتير مؤخرا واخرهم قريب يعني للتحكيم بس برضو ما فيش في ايدك كنادي انك تاخد هذا البيان وتضمن تاني يوم ان الامور التحكيميه مظبوطه لانها عمرها ما هتوصل. خلينا واقعيين يا جماعه، عمر التحكيم ما هيبقى عادل بنسبه 100% ده حتى مع الفار برضو. انا حتى مع ما هو الفار موجود مش الفار بتاع مصر كانت في الكوره بتاعت زمالك فار مش لا مش انا ما بتكلمش حتى مع الفار مش في الدوري المصري، الفار في في في, في اوروبا، الفار في كاس الامم الاوروبيه او في كاس العالم ما في يعني ما بيبقاش دقيق 100%. ايوه طبعا يعني حاجات ورد الاخطاء في ضربه الجزاء. هنقول دلوقتي هتلاقينا مختلفين، ضربه الجزاء اللي اتحسبت ضربه الجزاء ده سؤال. السؤال الثاني الجون اللي جه من ضربه الجزاء صحيح؟ انت رايك في لعبتين دول ايه؟ المصري المصري لا انا شايف انه ضرب انا من وجهه نظري انا شايف انه ضربه الجزاء غير صحيحه. انا كده لا لكن الجون جون انا بقول لك اهو الهدف بتاع الزاويه طبعا اللي متصوره طبعا لكن ما فيش جزء منها ما دخلش من الكلام ده يعني. ما فيش حاجه اسمها 10% من الكوره الكلام ده لا مؤاخذه يعني نقوله في لما تبقى عندك التقنيه اللي بتجيب الاستشعار بقى اللي هو لا لما تصفر الكوره بقى زي اللي هي بتصفر وعندك الاجهزه وتجيب من فوق لا انما الشكل العام انا بكلمك كناس بنحب نتفرج على الكوره واضحه انها الكوره واضحه ان فيها زاويه ميل